أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 64. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة العربية على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة هيكون معانا أحد خبراء اللغة العربية على مستوى الجمهورية، مستر سيد عبد العاطي، وايضا معانا طبعا مستر عمرو جويش احد خبراء اللغه العربيه. صباح الخير يا مستر. صباح النور، واهلا بحضرتك وفي ضيافتك، ومعايا طبعا المتالق دايما مستر سيد. حظك الله يسعدنا، ربنا يبارك فيك. ان شاء الله تبقى حلقه مميزه باذن الله. ان شاء الله حلقه موفقه. هتكلمونا عن ايه النهارده؟ ان شاء الله هنتكلم عن فرع البلاغه. تمام، قبل ما نتكلم عن فرع البلاغه، اساتذتنا الافاضل عندهم تنويه صغير كده عن الكتاب مدرس على الهواء، اللي احنا يعتبر اوريدي دلوقتي موجود في كل منافذ البيع على مستوى المحافظات. وقلنا قبل كده طبعا طريقه التواصل للحصول على الكتاب من خلال مؤلف الكتاب اللي هم مقدمي البرامج التعليميه في برنامج مدرس على الهوى، او التواصل مع الرقم اللي هو بتاع اداره البرنامج اللي هو بيظهر على الشاشه في الحلقات بتاعتنا على طول. اتفضل يا مستر سيد. بالنسبه للكتاب، يعني ارجو ان الطلاب يحاولوا بشتى الطرق كيفيه الحصول عليه لما يحوي من معلومات مفيده جدا، طريقه على النظام الحديث، اختيار من متعدد، انواع اسئله مختلفه ما بين درجات الصعوبه والسهوله، مش ماشي على نظام واحد، في فكر كذا مدرس، فعمل اختلاف يعني عن كل الكتب الخارجيه اللي موجوده. بطبع اللي انا اطلعت برضه على كثير من الكتب، فيها ممكن يكون في كتاب واخد فكره واحده او نمط واحد من الاسئله، ده انماطه مختلفه جدا، هيستفيد بيه الطالب استفادة رائعة لو طبعا اجتهد في حل الأسئلة دي وتواصل مع المدرسين بالأرقام اللي موجودة في أي سؤال وقف قدامه، سواء على الواتس أو عن طريق التليفون، هيبقى فيه فايدة كبيرة جدا، نرجو من الله سبحانه وتعالى اللي هو ينفع الطلاب بيه. اللهم أمين يا رب العالمين. مستر عمرو، تحب تقول يعني كتاب بالنسبة لطلابك؟ طبعا اللي قاله أستاذ سيد، وأضيف اللي هو كمان الكتاب مميز بوجود كل المواد، يعني دي طبعا فكرة جبارة. أنا متعود أروح أشتري كتاب في فرع واحد أو في مادة واحدة، النهاردة هذا الكتاب مش بس اختلاف المدرسين وأفكارهم، إنما كمان اختلاف المواد، يعني هو الطالب هياخد كتاب في كل المواد، فيزياء وكيمياء ورياضة وعربي وألماني
وتاريخ وعلم نفس، فدي حاجه جميله جدا. كتاب متكامل خاص بالمواد الادبيه وكتاب متكامل خاص بالمواد العلميه، تمام خلاص كده يبقى زي الفل. تمام جميل جدا، جميل جدا، احسنت يا حبيبي. ان شاء الله نتمنى لكم حلقه موفقه وبالتوفيق ان شاء الله. اتفضلوا ان شاء الله باذن الله. اتفضل. نبدا ان شاء الله انا واستاذ سيد في فرع في منتهى الجمال. الفرع ده هيفيدنا كتير جدا في النصوص المتحرره، وهو فرع البلاغه. طبعا استاذ سيد البلاغه عندنا ثلاث اقسام. تمام، ايه هم الاقسام دي بالنسبه لاولادنا الجمال؟ طبعا اولادنا لازم يعرفوا ان علم او علوم البلاغه تنقسم لثلاثه اقسام. تمام. طبعا القسم الاول علم البيان، والقسم الثاني علم البديع، والقسم الثالث علم المعاني. جميل، يعني لازم الطالب، مهم جدا اللي بيتابعنا، يفرق ما بين لو طلب منه حاجه في البيان، او لو طلب منك حاجه في البديع، او لو طلب منك حاجه في علم الايه؟ المعاني. في مدخل استاذ عمرو دايما بيشغل بالي، اتفضل، في دراسه البلاغه، ان البلاغه ليست منهج يدرس قدر ما هو احساس. تمام، تذوق. اول ما الطالب يشعر بالاحساس والتذوق تجاه الكلمه الجميله اقول لك كلامك حلو. يعني ايه كلامك حلو؟ وداؤه يعني ايه كلامك حلو؟ الله، يبقى يعني هو حلو على الاذن. ما ان من البيان لسحرا، ان من البيان لسحرا. نعم، مش هو اقرب طريق لقلب جوزك من معدته؟ ايوه. ليه؟ أيوة. والانسان او الست الاذن، الاذن، يبقى هي الاذن هنا المقصود، ان زي ما العرب عرفوا البلاغه قال لك البلاغه الايجاز. تمام. البلاغه الايجاز، انا لما اسمع كده جمله وتعلق، وانا طالب في ثانويه عامه كده معدي لقيت كده جمله اقول عندما تلاقت عيناي بعيناك، ما كنتش افهم بلاغه قوي، تلاقت وارتسمت الابتسامه على شفتاك، دق قلبي وهامت روحي، الله، فوقعت وثيقه حب ابديه تم توقيعها بدمي، اعلن فيها ان حبك يسكن فؤادي ووجداني. ده الخيال كله. انا تذوقت ده وانا طالب حافظها. مش وانا مدرس، وانا طالب. فقعدت اقول لما بقيت مدرس وشفت ما فيها من بلاغه عرفت ليه هي عجبتني. طبعا. يبقى هو هنا معنى كلمه التذوق، الجمله تخطف ودنك. تمام. وقلبك. تمام. تمام. لكن انا هعرف الطالب التشبيه هو كذا والاستعاره هو كذا، هيظل كما هو، مش مدرك قيمه البلاغه وجمالها وسحرها. واحنا فعلا التشبيه يعني المفاهيم، لا يعني دي بتاثر كتير جدا في الناحيه الجماليه. تمام. انما احنا عايزين نقول له ان البيان ده بيتضمن اربع حاجات. تمام. اللي هم بقى تشبيه، يبقى علم البيان ده هيبقى بيتفرع الى تمام التشبيه والاستعاره والكنايه والمجاز الايه؟ والمجاز المرسل. جميل جدا. يبقى اذا سالني يا استاذ سيد في النصوص المتحرره وقال لي البيان في الحته دي، لو قال لي البيان في الجمله دي، يبقى انا هنا بلعب على اربع محددات مفيش غيرهم، اللي هو بقى مع المنهج الحديث لسنه ثالثه اختيارات بيجيب لي. لا ممكن يقول لي بقول لي مش هيقول لي بيان، ممكن يقول لي استخرج لون بياني. طب لو استبدله وقال خيالي لون خيالي، طب لو استبدل ده وقال صوره جماليه هي، طيب لو ساب ده كله وقال استخرج خيال جزئي. هو احنا مش حضرتك في الحلقه الاولانيه اللي شرحت فيها التجربه الشهريه، الله، فرقت له بين الخيال الكلي والخيال الجزئي، الخيال الكلي الصوت واللون والحركه، لكن الخيال الجزئي الاربعه يبقى دول. انا هنا اقول كده، ممكن اقول استخرج خيالا جزئيا او صوره جزئيه، ويجيب له هيرجع تاني لايه؟ للتشبيه والاستعاره والكنايه والمجاز المرسل. اقول للطالب حاجه جميله جدا، خلي بالك، شوف انا بضيف لك اهو على حته جميله جدا قالها استاذ سيد، ان التشبيه والاستعاره دول جمالهم انهم زي بعض بالظبط. انا بشبه حاجه بحاجه، يعني التشبيه والاستعاره، شوف الجمل الجميله اللي قالها استاذنا في البدايه، هذه الجمل اللي طبعا تمس القلب والودن، ها، جمل مليانه تشبيهات ومليانه استعارات. التشبيه والاستعاره حاجه واحده، لكن فرق بسيط جدا بينهم. عايزين حضرتك يا استاذ سيد تقول لنا ازاي انا كطالب
اقدر افرق بين التشبيه والاستعاره رغم الاثنين انا بشبه حاجه بحاجه. عشان ما نطولش في الحلقه وعلشان طالب ثالثه ثانوي ما بيشغلش باله بالتشبيه المجمل والمفصل والضمني والتمثيلي، تمام، هو يهم ركنين اساسيين بيلاقيهم في التشبيه، هو ده. يبقى احنا هنعمل لو عملنا كده التشبيه الاستعاره، جميل. يبقى على الطالب من وجود ركنين اساسيين في التشبيه وهما الله المشبه، ايوه، والمشبه به. والمشبه به يعني طالما اتذكر الركنين دول في الجمله يبقى تشبيه. كانوا جمله، كانوا كلمتين، يعني ممكن حاله بحاله تمثيلي، تمام. يبقى انا بشوف هو شبه ايه بايه، لقيت ايه بايه دي موجوده، تمام، يبقى انا هقول ده تشبيه. زي ما احمد شوقي نفسي مرجر وقلبي شراع بهما في الدموع سيري ورس. يبقى هنا شبه النفس بمرجر والاثنين موجودين، يبقى خلاص. يبقى وشبه القلب بالشراع والاثنين عصفت كالصبا اللعوب، يبقى شبه فتره الشباب بالصبا الاثنين موجودين. طالما الاثنين موجودين يبقى هيدرك الطالب اللي انا بستخرج تشبيه، هو ده تشبيه. الاساس في الاساس، تمام. في التشبيه ذكر الركنين الاساسيين. بس انا عايز اسالك سؤال، فضل. في نص المساء، في نص المساء الراجل قال مطران شاكن الى البحر، شاكن الى البحر، هكتبها اقول حضرتك شاكن الى البحر. طب ما هنا بيشبه البحر برضو بانسان اشكو حضرتك اليه. حضرتك هنا الطالب يدرك الفرق بين التشبيه والاستعاره لما كتبنا نفسي، نفسي مرجل، الله، خلاص. وهنا حضرتك قلت شاكن البحر، قول لي هنا هو شبه بايه؟ هنا شبه النفس بالمرجل. هنعمل كده، الطالب هيعمل كده، ادي النفس اهو المشبه نفسي، تمام، وادي المرجل المشبه بيه. حضرتك اعمل نفس دلوقتي اللي انت قلته شاكن البحر، قول لي شبه ماشي البحر بانسان، اصبح البحر ده مشبه وانسان مشبه به. هل كده البحر وانسان موجودين في الجمله اللي حضرتك قلتها؟ بصراحه قالها؟ بصراحه انا شايف البحر بس، لكن مش شايف كلمه ايه، لا، فين انسان اهي الجمله، ما هو ده اللي عليها حذفها، حذفها ودل عليها بصفة من صفات الإنسان وهي كلمة إيه؟ الشكوى. الشكوى ده بقى يخرج الصورة من التشبيه ويحطها في صورة أخرى، هي إيه بقى؟ الاستعارة، مع حذف المشبه به وجود قرينة تدل عليه. قرينة يعني حاجة كده، حاجة من دليل صفات، دليل دليل من صفات المشبه به. يبقى هنا شبه البحر بإيه؟ بإنسان، حذف الإنسان وأتى بصفة من صفاته وهي الشكوى. في نص برضو مطران قال أيلطف النيران طيب هوائي، تمام. أنا شايف إن مطران برضو هنا بيشبه الشوق اللي في قلبه أو الآلام أو الأحزان زي ما بنقول، تمام، بالنيران. يبقى الطالب هيكتب بنفس الطريقة، هيقول كده لازما، دي عشان يعني يعرف ما يغلطش، لازم أنا أقول إيه شبه، هيكتب كده، حلو، شبه الشوق أو آلام الحب، تمام، بإيه؟ بالنيران. يدور إيه اللي موجود في البيت؟ موجودين يا أستاذ سيد. فين بقى كده الاثنين؟ موجودين، وريهم لي. ما هو أستاذ سيد الشقة أهي والنيران أهي. أه، فين موجودين، هنا ولا هنا؟ أه يعني حضرتك عايز تقول لي أنا عايز في البيت، في البيت. عايز تقول لي لازم أشوف اللي أنا كتبته مطابق للي في البيت، مش لشرح أنا. اللي نطقه وقاله الشاعر. جميل. اللي قال الشاعر قال شبه الشوق أو الآلام الحب بالنيران ولا قال النيران بس؟ قال النيران بس. طب عبد الحليم لما قال حبك نار قال الاثنين ولا واحدة؟ قال الاثنين. خلاص يبقى ده تشبيه بيه. لكن ده لكن دي استعارة ايه؟ استعارة متنية ولا تصريحية؟ هنشوف بقى. نشوف. حذف مين؟ هنا حذف اللي قبل البي ولا اللي بعد البي؟ هنا اللي بعد البي؟ هنا يبقى الاستعارة متنية. يبقى اللي بعد البي ده اللي بنقول عليه مشبه به. جميل. لكن اللي قبله، لكن لو حذف اللي قبل البين اللي هو المشبه، يبقى كده وضح لنا، وضحنا للطالب الفرق بين الاستعارة المكنية والتصريحية. وارجو ان الطالب ياخد باله من كلمة مكنية، كنيته، كن، خفيت، ايوه، مكنية يعني داريت، يبقى انا خفيت المشبه به وجبت صفة من صفاته، على عكس التصريحية اللي انا صرحت مباشرة. عشان كده قال لك تصريحية. يعني معنى كده ان استاذ سيد بيقول لك ايه؟ اوعى تختار، مش احنا دلوقتي عندنا في نماذج جديده هنقولها في اخر الحلقه في الامتحان، القوائم المنسدله والاختار واكثر من اجابه صح، تمام. لكن اي ما يجي الشكل هو موضوعي، استاذ سيد بيقول لك طالب ثانويه عامه اوعى تختار تشبيه ولا استعاره الا لما تشرح الصوره الاول. يعني شوف لما قلنا شاكن الى البحر شرحنا الصوره،
ولما جينا قلنا أيلطف النيران شرحنا الصورة، ولما جه قلنا نفسي مرجل شرحنا الصورة، وعلى هذا الأساس نقدر نحدد التشبيه من الاستعارة. من الاستعارة. طب عجالة سريعة جدا، أنا كشاعر وحضرتك بقى ما شاء الله الأدب بقى الأدب يعني قمة الأدب في الرواية اللي قلتها، سر الجمال هو ليه قال تتلاقى عيناي بعيناي؟ انت عملت كده ليه؟ ليه ايه سر جمال التشبيه والاستعارة؟ بنركز في الغالب وكثرة الشعراء او الشعراء معظمهم بيركزوا على التشخيص والتكسيم. التشخيص والتكسيم يعني ده من اكتر طبعا في التوضيح، انت عارف تشبيه معنوي بمعنوي او حس بحس توضيح. جمال. واي حاجة معنوية بمادية بتبقى تكسيم. تمام. واي حاجة بانسان تشخيص. طب عايزين مثال على التشخيص. احنا عندي هنا طلقت عيناي بعينيك اهواك يا وطني. يا كل ما تروي به شفة الهوى كتني. لما شبه اي حاجة غير عاقلة بعاقل يبقى هنا سر جمال التشخيص. حلو. طب التكسيم عندنا مثلا على سبيل المثال في نفس النص، يا كل صفق بين موج البحر يناغمني ويطربني. بعد كده يا صخرة وهنت رياح الدهر وهي الظهر لم تهن. تمام. هتلاقي الابيات واحنا وانا بكمل كده في نص اهواك يا وطني كان بيقول له بهواك بالشطآن بالاعمار مثل النار نحصده. حلو. مثل النار نحصده. حلو. طب لو انا بنسيمك الهافي نمزقه وقلبك وموجك الصافي نحركه. حلو. ما هو الحاجات دي حول الجنود اللي هي هتدافع او وسيله الدفاع عن الوطن. تمام. بانها ممكن يبقى شيء مادي. حلو. اللي هي النار هي اسلحه. اسلحه. يعني لو احنا قلنا ده شبي الشوق، ما هو ده معنوي بالنار مادي، يبقى هنا اقول سر الجمال التكسيم. التكسيم. تمام. يبقى معنى كده نقدر نلخصها له في ثلاث معادلات يا استاذ سيد. تمام. واحد، غير عاقل المشبه بعاقل يبقى سر الجمال التشخيص. تمام. لكن لو معنوي بمادي يبقى سر الجمال التكسيم. تمام. وفي كتاب مدرس على الهوى لاحظنا اللي احنا بنحط في الاختيارات التكسيم. هل في فرق؟ هي 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 يعني كده لو جاب له التكسيم في اختيار والتكسيد في اختيار ما يختارهمش. هو جايب من سمات لما في مدرسه اقول له في مدرسه ابوه لما يجي يقول لك ايه استعمال لغه استعمال جديد في دلاله الالفاظ والتشخيص والتكسيد، مره تلاقيها التكسيد ومره تلاقيها التكسيم، يعني الاثنين زي بعض. لما شبه معنوي بمادي يبقى التكسيم او التكسيد. تمام. طب لو انا عندي الطرفين بقى تساوي، يعني شبهت معنوي بمعنوي او مادي بايه، خلاص كده بقى توضيح. يعني احمد شوقي لما قال قلبي شراع، القلب ما هو مادي والشراع مادي، يختار هنا تشخيص ولا تكسير؟ انا اختار تشخيص. ايه راي حضرتك؟ هيبقى غلط كده. كده اتغلطني. يبقى الصح ايه؟ التوضيح. تمام. يبقى الصح التوضيح. تمام. طبعا جميل جدا. ده الفرق بين التشبيه والاستعارة. طب الكنايه بقى كلون بياني حضرتك كاتبه تالت، نعرفه ازاي؟ طبعا الكنايه بيبقى جمله لها او كلمه لها معنيين، معنى اصلي ومعنى مجازي. تمام. معنى اصلي ومعنى مجازي. الشاعر بيبقى قاصد المعنى المجازي الخيالي مع وجود قرينه او الاتيان بالمعنى مصحوب بالدليل عليه. حلو. مثال يوضح، لان احنا قلنا المفاهيم بتعطلنا. مثال نقرب شويه من ذهن الطالب، الكنايه جيبها. يعني من بالنسبه للامثله الجديده بقول الاستاذ عمرو بسم الله ما شاء الله بيغير البدله بتاعته بلون العربيه بتاعته. لا ده سرق بقى هو ده. انا قلت انت غني. لا انت بتفهم بسرعه، عرفت ان غني الواحد. صراحه احنا بنتكلم ايه، كان يقول لك زمان فلان كثير الرماد. طب العيل دلوقتي هيفهم كثير الرماد من ايه؟ يجيب ترابه ويحط على نفسه. كثير الرماد كان زمان اللي هو من كتر ايه ال 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 الكرم ما شاء الله بيولع النار كتير وبيطعم الناس. زي ما قلت ابي بابي مفتوح دائما. ده مفتوح يعني دلوقتي في العصر ده ما ينفعش بابي مفتوح دائما، لان هو هيفهم بقى هيتسرق. لا بابي مفتوح دائما كريم، ما بيقفلش بابه في وش حد. يعني كان الجمله وراها معنى مستخبي. تمام. في نص مطران عجبتني جمله جميله قوي، قال مطران ولقد ذكرتك والنهار وديع والقلب بين مهابه ورجاء. القلب بين مهابه ورجاء، يعني القلب بين خوف من عدم اللقاء وامل. وكاني هنا لمحت ان الشاعر هنا في حيره، يبقى كنايه عن الحيره والاضطراب. حلو. الطالب لازما يدرك وهو بيقرا الابيات انه وصل لمعنى اصلي ومعنى مجازي، ويدور على القرينه. تمام. يعني ايه؟ يعني ايه الاتيان بالمعنى مصحوب بالدليل عليه. حلو. يعني لازما يوصل لدي. انا بقول ان جعلوا اصابعهم في اذنه،
جعلوا أصابعهم في أذنه، يبقى معنى كده ان هو مش عايز يسمع. عايز يسمع. ايه الدليل؟ معرض. ايه الدليل ان مش عايز يسمع يا استاذ؟ اقول انا حطيت صوابع مش عايز اسمعك. يبقى انا مش قصد انه وضع الصابع، انا قصد الدليل على انه مش عايز يسمعني. تمام. يبقى وضع الاصابع دليل ان هو مش عايز يسمعني. زي لو جيت قلت جيشنا الحر الذي كان طاعينا. فاكرها دي؟ ده زمان النص ده قوي. طاوي الصدر على الجرح سنين. عاد عملاقا قويا شامخا. عالي الرايات لا يحني الجبينه. يبقى ما هي برضه لا يحني الجبينه. بقى عالي الرايات دي ايه؟ ما هو كده عالي العلو والرفعه والانتصار. ولا يحني الجبينه. عدم الذل، هو عدم الرضا بالذل ما بيوطيش راسه. طب سر جمال الكنايه. ما هو قلنا الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. ينفع اختار تشخيص او تقسيم او توضيح في سر جمال الكنايه؟ معلش واحنا مدرسين لغه عربيه اقول لك في المشمش اللي من غير نهو. ما ينفعش يعني يبقى الطالب كده بايه؟ بيضحك على نفسه. لازم طبعا. يكون عارف ده سر جمال واحد. الله. ما ينفعش يغلط فيه. سر جمال واحد. إيه الاتيان ده؟ بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. اسمح لي انا مستمتع جدا بحضرتك. وانا والله الطالب بتاع ثانوية عامة لو بيتفرج ومتابع استاذ سيد في كل معلومة بيقولها والله الامتحان هيبقى احنا بنكمل بعض. ربنا يعزك. الامتحان هيبقى سهل جدا وجميل جدا. طيب يبقى كده خلصنا الكناية، والكناية ما فيهاش تشبيه واستعار. لا خلاص. يعني لو انا عندي شاكن الى البحر مثلا، شاكن البحر، شاب البحر بانسان، ممكن اختارها كنايه عن الم الشاعر وحزنه؟ لو ابتدى انا برضو معترض على حته ان الطالب يحفظ ان كل استعاره كنايه وليس كل كنايه استعاره. لا انا عايزه يركز على الاتيان بالمعنى. تمام. لان انت شفت في امتحان السنه اللي فاتت لما قال لك دي اللحن كانت استعاره تصريحيه ولا مكنيه ولا كنايه، فالطالب يقول لك طالما تنفع استعاره مكنيه تبقى تنفع كنايه. عايزين في الاختيارات المتعدد بقى. لا مش هينفع. مش هينفع. يبقى لو ده. الصوره عزيزي طالب الثانويه العامه تشبيه او استعاره واخترت كنايه هتبقى الاجابه غلط. اوعى تروح للكنايه الا لما تطمن الاول ان مفيش في الصوره اللي قصادك تشبيه او استعار. تمام. طيب اللون البياني بقى الرابع والاخير اللي هو المجاز الايه؟ المجاز المرسل. المجاز المرسل اللي هو دايما بيكون في كلمه، كلمه واحده وليست فقط. جمله. جميل. يعني عايزين طيب حضرتك كده ايه؟ عقبال بقى ما حضرتك انا همسح اهو، عقبال ما حضرتك تفكر لنا في مثال حلو. انا في مثال بحب اوضح بيه الفرق بين الكنايه والمجاز بمثال واحد. حلو، اتفضل. لما بقول للطالب كده جعلوا أصابعهم في آذانهم. تمام. كده يا أستاذي الغالي هيبقى على بعض كده الجملة بتاع الآية كده على بعض. أقول إيه؟ كناية عن الإعراب. يبقى الكناية مش عايز أسمع. بص كده، الكناية جملة أو كلمة. حلو. المجاز لابد ان يكون كلمه. كلمه فقط. مش هينفع يبقى جمله. يعني لون بياني في كلمه واحده. احنا بنحط الطالب قدام اختيارين فقط. حلو قوي. اما استعاره تصري. الله ينور عليك. واما تكون مجاز مرسل. هنا هيبقى في علاقه مشابهه في الاستعاره التصريحيه. هنا لا، زي النار عشان ما يبقاش محتار ما يقولش اللي انا جاي ايه احيره مش افهمه. انا عايز افهمه. بقول لك ان الاستعاره التصريحيه كلمه والمجاز كلمه. الفرق ان هنا في علاقه مشابهه. انا شبهت ايه بايه؟ زي النار، شبهت الحب الالام او الحب بالنار. تمام. حلو. لكن اصابعهم المقصود الانامل. هل شبهت الانامل بالاصابع؟ حالة. يبقى هنا مجاز تحرير الرقبه. انا شبهت العبد بالرقبه. لا طبعا، ده انا احرر عبد. ازاي اقول شبهت العبد بالرقبه؟ خلاص. يبقى هنا كده الطالب ذكرت كلمه وعايز كلمه اخرى في بينهم علاقه. الطالب بقى يدرك جيدا طالما يعني هنا مشابهه هنا علاقه بس. والجمال ان يوصل للعلاقه، يعني يعرف العلاقه ايه، وده برضه نوضحها للطالب. ازاي؟ احنا هنا قلنا كلها على بعض. حلو. كنايه. صح. كنايه عن ايه؟ ايه المعنى؟ اللي انا مش عايز واجعل ايه اصابعهم في واستغشى وثيابهم مش عايزين يشوفوه اثاره واستكبار استكبار. معايا؟ فخلاص ما عندين مش عايزين يسمعوا كلام النبي وبيعرضوا عن الهدى. تمام. طب احنا هنا بنقول جعلوا اصابعهم، يبقى انا بكتب كده الكلمة دي اللي هي أصابعهم بحط تحتها المقصود. أيوة. المقصود يا أستاذي زي ما حضرتك قلت إيه؟ أنامل. الأنامل. اللي هي العقلة، عشان الطالب يعرف يعني إيه أمولة، العقلة بتاعت الصباع. يبقى. أصلاً بحط الصباع كله. تمام. طب عادي كده، أنا اللي بحط الصباع كله، ده أنا بحط الأمولة. العقلة. طب ممكن تسمح لي أبين حاجة صغيرة؟ اتفضل. مش الكناية حضرتك بيبقى لها
معنيين، معنى اصلي ومعنى مجازي. اه اللي هو ابي بابه مفتوح ده الاصلي. الله ينور عليك. عايز كده، انا عايز الكرم كده، مع جواز حدوث المعنيين. يعني حضرتك لما تقول ابي بابي مفتوح، المعنى الاصلي بابه مفتوح. اه هل يمنع ان الباب يبقى مفتوح او مفتوح؟ لا ما يمنعش. طب في نفس الوقت انت قاصد المقصود ده غير مقصود. صح. ده غير ايه؟ مقصود. طب المجازي بقى المقصود اللي هو انا قصده الكرم. الكرم حلو قوي. تمام. هل في حاجه تمنع تحقق الاثنين؟ لا بس في المجازي، في المجازي استحاله. شكرا يا استاذي. في المجازي استحاله. حط صوابعك كده جوه ودانك للاخر. لا يمكن. دخلها للاخر. لا يمكن. صح. يبقى هنا الحته اللي الطالب ايه زي ما بيقولوا بقى كده ايه يلعب عليها عشان ما يحسش بلخبطه، يقول ما ده معنيين وده معنيين، ده اصلي وده مجازي. طب ما دي زيها الكنايه كلمه، المجاز كلمه ليه معنيين. تمام. معنى اصلي انا مش عايزه، الصابع مش هيخش. لا يمكن. ومعنى مجازي. وبينهم علاقه، فهناك علاقه بين الانامل والاصابع. انا بقى بعملها ازاي؟ كل هقول لحضرتك حاجه. ها. بقول الاصابع هي اللي موجودة والأنامل المقصودة. صح؟ حلو. أقول علاقة الأصابع. هنزل كده بالسهم، هنزل كده بالسهم. علاقة الأصابع بالأنامل ما عكسهاش، لو عكستها طلعت غلط العلاقة. وممكن نقول لهم حاجة جميلة. تمام. اعرف علاقة المجاز من الكلمة اللي قالها. تمام. هو قال هنا الكل ولا الجزء؟ قال الكل. تبقى كلية. تمام. حضرتك من شوية قلت تحرير رقبة، هو قال رقبة وعايز عبد. طب الرقبه دي ايه؟ هي اللي مذكوره هي الجزء، يبقى جزئيه. تمام كده، الله ينور سلى عليك. سلى مصر هل سلى القلب عنها؟ عنها. هو انا اسال مصر ولا اهلها؟ يبقى علاقه مصر باهلها. يبقى مصر دي ايه؟ اللي يبقى مكانيه فيه. او محليه. ما يجيش يقول لي بقى ان مصر هي الكل والشعب النص او الربع او الجزء. زي راكبته البحر، هو راكب البحر. لا انا بركب السفينه. بس البحر ده يعتبر ايه بالنسبه للسفينه؟ المكان، مش كل منها. أوه. ولا جزء منها، ده المكان. تمام. تبقى العلاقه مكانيه أو محليه. سر جمال المجاز المرسل الدقه، الايجاز والدقه في اختيار العلاقه المناسبه. ثانيه واحده، الايجاز بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. يا استاذ الكنايه انت ليه بتسرح؟ ليه بتسرح؟ انت ما نمتش. طيب. كويس. طيب يبقى سر جمال الكنايه الاتيان بالمعنى مصحوبا بدليل عليه، بينما تمام. سر جمال المجاز المرسل تشخيص تقسيم توضيح برضه. أه؟ انت مالك النهارده؟ ايه؟ ما تخلاش في اخر حلقه. يبقى سر جمال المجاز الايجاز والدقه في اختيار العلاقه. يعني ما فيش غير الدقه في اختيار الايجاز العلاقة. الاول يا استاذ لازم الايجاز، البلاغه طبعا الإيجاز. يعني كلمه واحده. والدقه في اختيار العلاقات، والدقه في اختيار ما بين الكل والجزء، والجزء أو ما بين والكل او المكان. المحليه المكانيه السببيه المسببيه. انزلنا من السماء رزقا، هو نزل ماء طبعا، فبقت ايه مسبب عند ليه النتيجه يعني عن... هو الرزق هنا النتيجه التي تحدث بسبب تمام المطر. تمام تمام. بنقول لابني يا دكتور باعتبار ما سيكون ان شاء الله، يبقى هي هكذا يعني. تمام جدا. يبقى كده الحمد لله خلصنا اول قسم من اقسام البلاغه، وهو علم. وهو علم ايه؟ البيان. تعالوا البيان. نروح مع بعض الى علم البديع. شوف بس كل ده استنى، انا عارف ان الوقت بيدهمنا. بس احنا لما مثلا نطبق على حاجات بسيطه مع ماشي. الطالب سريعا مثلا ماشي. وناخد حاجات من اللي في العصر الحديث بتاعنا اللي احنا ايه يعني. انا مثلا بيعجبني في بعض الكلمات كده ايه، اشتقت اليك. اشتقت اليك فعلمني. ايوه اما انت حافظ اهو. اشتقت اليك. احنا عايزين حاجات من العصر الحديث اللي بيسمعوه. اشتقت اليك فعلمني الا اشتاق. الله كمل بقى يا استاذ سيد. علمني كيف اقص هواك، جذور هواك. ايوه من الأعمار، وكأن الهوى شجر. من الأعمار. الله. علمني. علمني كيف تموت الدمعة في الأحداث. أيوة. تموت الدمعة في إيه؟ في الأحداث. خلي بالك من اللي مش جاي. مش العين. أيوة. تموت الدمعة في الأحداث. علمني كيف يموت الحب. أيوة. وتنتحر الأشواق. علمني كيف يموت الحب وتنتحر الأشواق. الله. التشبيه بقى، يا من صورت لي الدنيا. ايوه لي الدنيا شعر، كقصيده شعر. وزرعت جراحك. شوف
يا خبر ابيض، وزرعت جراحك في وكان في صدر في قلبي. قلبي نخليها صدر احنا بقى، يلا نخليها صدر عشان يبقى مجاز مرسل. ايوه زرعت جراحك في صدري ونزعت الصبر. ان كنت اعز عليك فخذ بيدي فانا مفتون مغمور من راسي، دي كنايه برضه، فانا مغمور من راسي حتى قدمي. وحل بقى حلو، تعال بقى ناخد كده طبعا حاجات بسيطه عشان نكون سريع سريع. يلا يا استاذ سيد موت الحب. يبقى هنا دي تنفع كنايه ولا تنفع؟ ما هو تموت الحب يدل على شده الحب، ولا اقول استعاره؟ لا خلاص بقى احنا اتفقنا، طالما في استعاره يبقى استعاره، يبقى ما نقولش بقى كنايه. مش كل ايه استعاره كنايه ونلخبط. لا اسف، وعلى فكره انا اسير بنفس هذا المنهج. الحمد لله. تمام تمام، لازم يطلب تذوق. حلو قوي كده، تذوق. يبقى يموت الحب، شاب الحب بانسان يموت. طيب زرعت جراحك. طيب هي الجراح مادي ولا معنوي؟ الجراح، لا الجرح معنوي. والزرع؟ الزرع لا مادي. لما قلت لي قول لي مثال على الـ 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 التقسيم. وبعدين قلت ابيات كتير عمال ادور في دماغ، عايز سر الجمال. ايوه، فعايز اقول ايه؟ ان هي بتيجي يعني، ممكن ايه الواحد ما يبقاش فيه سرعه في البيت اللي يستحضره، لكن ممكن لما تيجي تكتب تلاقي يظهر بقى، يبقى ده استعاره مكنيه سر جمالها. الاول مكنيه لان حذف المشبه به، شبه الجراح بزرع. ما هو احنا بنكتب كده بنقول زرعت جراحك، يبقى الجراح ده المشبه بالزرع. قلنا اتحذف زي ما حضرتك قلت بطريقتك كده، اللي بعد البه. اللي بعد البه. هلا طبعا ايه انا بقولها مشبه به، بس دي جديده هاخدها منك هسرقها. ماشي. يبقى دي كده شبه الجراح بالزرع، يبقى حذف المشبه به، ويبقى جاب صفه من صفات الزرع، يبقى كده استعاره ايه مكنيه. وطبعا هو بس انا عايز اعرف الاغنيه بجد، وزرعت جراحك في صدري مش في قلبي. يمكن يكون اتصور كده مش عايزين ايه، بس هي جميله بقى. لان حضرتك هتوضح لنا دلوقتي ايه الجمال والخيال، والخيال الجزئي والصوره البيانيه في كلمه صدري. طب هو في فرق بين الخيال الجزئي والصوره البيانيه؟ لا تنسى بعض. متأكد يعني؟ طب ماشي، الحمد لله الحمد لله. تشبيه استعارة. يبقى انا هنا هنعمل الطريقة اللي احنا قلنا عليها. هو قصد هنا الجراح في الصدر ولا في القلب؟ في القلب. يبقى احنا هنكتب كلمة القلب. ثانية واحدة يا استاذ سيد، ممكن اجاوب؟ شبه القلب بصدر، استعارة تصريحية. للأسف خيبت ظني فيك. افتكر، اديك محاولة تانية. شبه القلب بصدر، شبه القلب بصدر. هو في هنا علاقة تشبيه بين القلب والصدر؟ ايه ده؟ ايه اللي انا بقوله؟ طب يلا بسرعة عشان لا، في علاقة ان القلب ده موجود جوه، موجود في الصدر. يبقى ده كده يعتبر مكان. يبقى خلاص احنا اتفقنا ان لما يكون يذكر المكان تبقى العلاقه مكا. يبقى الاول اجيب الصوره ان ده مجاز حلو. مرسل. في علاقه بين ده وده. يبقى كده خلاص انا متاكد ان مفيش مشابهه. تمام، ده في الايجاز والدقه. انا فهمت. يبقى لما اقول لاي طالب هو شبه الصدر بالقلب، يقول لي يا استاذ مفيش حاجه اسمها شبه الصدر بالقلب. يبقى هنا ولا إيه القلب بالصدر، ولا القلب بالصدر. علاقة الصدر بالقلب ان كده القلب ده موجود جوه الاوضه دي اللي ربنا خلقها. خلاص يا سيد، سر جمال، سر الجمال الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه. برضه ما احنا قلنا انسى في المجاز الاتيان بالمعنى. يبقى المجاز دايما الايجاز. الايجاز والدقه في اختيار العلاقه. جميل جدا. تمام، يلا بينا بقى نروح. طب طلع لي تشبيه بسرعه. ها فين تشبيه عندنا؟ يا من صورت لي الدنيا. ايوه الله. والدنيا وقف كده وخلاص، خلص التشبيه كقصيده. يبقى انا ما تجيبليش نص. لا لازم ما تجيبليش نص التشبيه. لما تيجي اقول لك استخرج تشبيه وانا كاتب لك اختيارات، التشبيه في البيت صورت ولا ليه ولا الدنيا ولا كقصيده ولا صورت لي الدنيا كقصيده؟ الدنيا. هتختار انهي اختيار؟ في ايه؟ في اللي انا قلته. ما انا قلت اربع اختيارات، التشبيه في الجمله. لا كلها. الدنيا كقصيده، صورت لي الدنيا وشبهت الدنيا اللي هي مشبه، اللي هي المشبه بالقصيده، يبقى مشبه، يبقى استعاره مكنيه. طب اضربه ده يا عم احمد. ماشي، دي محاولات تانية، دي له محاولات. يبقى استعاره مكنيه. الدنيا بقصيده استعاره. طالما قلنا تبقى مشبه ومشبه به لازم يبقى تشبيه. تمام، معلش التكرار يا عالم الشطار. يبقى هنا الدنيا بالقصيده. يبقى خلي بالك، تقلب عليك بقى خش على البيت. يبقى خلي بالك، الدنيا قصيده الاثنين موجودين، يبقى تشبيه، لكن استعاره متى حذفت ركنا من الركنين، زي زرعت جراحك شبيت الجراح.
تمام تنتحر الاشواق يموت الحب تنتحر الاشواق طبعا طبعا وايه ونزعت الصبر هتيجي بقى حضرتك ونزعت إيه؟ الصبر وكان الصبر شيء مادي تمام ينزع وطبعا سر جمالنا التكسيم لان الصبر معنوي والشيء المادي الذي هنبدل الاماكن بقيت شاطر انا هتيجي اليماني بقيت شاطر في هتدخل انت على علم البديع عشان انت اتعلمت بسرعه هتاخد فرصتك اخدت طيب بصوا بقى لازم نقسم البديع بسرعة لمحسنات بتيجي في الشعر ومحسنات بتيجي في النثر ومحسنات تيجي في الشعر والنثر. طب هو كلمة محسن يعني ايه؟ المحسن هو الذي يزين. ايوه محسن ويجمل. ده اسم فعل ولا اسم فول؟ محسي اسمه مضموم على كسر قبل الاخر. ايوه تمام كده تمام. يبقى نقول له الشعر ايه؟ تصريع وحسن تقسيم. دولت ما يجوش في النثر ابدا. يعني أنا قدامي نص متحرر نثري أستبعد تماما الاختيارات دي لأن التصريع وحسن التقسيم في الشعر بس بينما السجع والازدواج في النثر فقط بينما يأتي في الشعر والنثر ما شاء الله طباق ومقابلة وجناس وتورية ومراعاة النظير تمام ها استاذنا يبقى كده احنا بنقول كده السيد انا جاهز هو حضرتك كده انا عايز اعرف هو لما اقول لي محسن بديعي بستخرج اي حاجه طب لو قال لي لفظي طب لو قال لي معنوي يعني انا عايز ايه توضح لي اكتر بحيث تمكنني من السؤال لو قال لي محسن لفظي هطلع لك تصريح يبقى دي تقسيمه اللي في الشعر والنثر واللي في الشعر والنثر انا عايز تقسيمه اخرى تقسيمه اخرى اللفظي المعنوي واللفظ اللي بيدي موسيقى تمام اللفظ اللي بيدي موسيقى هنلاقيه في التصريع هنلاقيه في حسن التقسيم هنلاقيه في السجع لان في النثر برضه موسيقى تمام هنلاقيه في السجع هنلاقيه في الازدواج هنلاقيه في الجناس نراجع مع بعض تاني كده اللفظي اتفضل هيبقى تصريع تصريع حسن تقسيم سجع ازدواج جناس ده اقول عليه ايه؟ اقول عليه لفظي اقول عليه لفظي موسيقى. لان الجمال جه من اللفظ وليس من وليس المعنى وليس من المعنى تمام زي مثلا لما قال احمد شوقي وسلام مصر هل سال القلب عنها ده جناس تام تمام فالجناس التام هنا الالفاظ هي اللي عملت المحسن تمام بينما المعنوي اللي بيجي من المعنى بقى اللي هو الطباق والمقابله ومراعاه النظير والتوريه تمام طبعا هم ايه على فكرة التقسيمة ده التقسيمه دي جامده جدا هو ده وهي لب ما هو انا لو حاطط في الاختيارات سلا مصر وقال ده سلا وسلا بقول محسن معنوي ولا لفظي ولا بديعي ولا الثانيه والثالثه لا مش بس كده ده انا هقول لحضرتك على حاجه اختلاف النهار نكتب البيت ده اهو اتفضل حضرتك طبعا باليمين اختلاف النهار والليل ايه اختلاف يونسي النهار والليل ينسي اذكرى للصبا للصبا وايام انسي وايام انسي جاب لي في الامتحان قال لي المحسن المعنوي اولا تمام اليس في البيت جناس ناقص بين ينسي وانسي تمام اليس في البيت تصريع تصريع بين شطري البيت تمام صح نعم اليس في البيت طباق بين النهار والليل تمام طب لو قال لي اختار محسن معنوي اختار الجناس ولا التصريح ولا تصريح ولا جناس لان لازم يبقى عارف الفرق بين اللفظ والمعنوي ايه الجمال ده يبقى ده اساسي ايه الجمال ده طب هو البيت ده فيه كم محسن لو ما اقول للطالب اقول له البيت ده فيه محسنين ذكاء الله ده ولا تمام ثلاثه لا ولا اربعه هناخد ثلاثه طالما قال لي كام محسن وما حددليش لفظ ومعنى وهناخد الثلاثه النهار والليل طبق ايوه ينسي وانسي جناس ناقص وينسي وانسي تصريع هديك فرصه تبص تاني لطباق وتدور النهار والليل تاني قصدك طباق تاني يبقى هنا بقى هناخد بقى طبعا ما بين الذكر والنسيان أيوة. يبقى محسن رابع يبقى كده ماشي هاخد ينسي وسكورة يبقى هاخد اختيار رقم يبقى بين النسيان والذكر يبقى كده البيت ده اشتمل على اتنين محسن لفظي واتنين محسن ايه معنوي واتنين لكن محسن لو سألني قال لي المحسن اللفظي فقط اتنين ولا تلاتة ولا اربعة اتنين حلو قال لي معنوي اتنين قال لي بديعي لا يبقى براحتي بختار كل المحسنين يبقى كده هختار كل المحسنين جميل جدا جدا تمام حلو عايزين كمان ناخد مثال من نفس النص عصفت قصبة اللعوبي ومرت سنة حلوة
ولذة خالصي. عصفت. ايوه. قصبة اللعوبي ومرت. تمام. هنا حلوة ولذة خالصي. حلو. ايه اللي فيها؟ انا شايف ان الشطر التاني في طباق. ايه؟ امال في ايه؟ سنة يعني غفوة. ده نام يعني. ولذة يعني متعة. تمام. الطباق عكس بعض. ده مش عكس بعض. طيب. ماشي. يبقى فيها استعارة. أنا عايز محسن. محسن. خلي بال حضرتك. يبقى كده المحسنات ماليش دعوة بالصور الخيالية. أبداً. يعني لو أنا حضرتك بتقول لي استخرج محسن وقلت لك تشبيه أو استعارة يطلع غلط أكيد. طبعاً، لأن أنا بقول محسن بديعي. ورغم إن الصورة ممكن تكون استعارة بس هحسبها لك غلط، لأن أنا عايز محسن بديعي. يبقى حتى لو الإجابة استعارة دي صح أنا إيه هتحسب لي غلط. هو هي على فكرة استعارة. هي استعارة. يعني هي استعارة، شبه السنة بفاكهة. أو طعام جميل. أو شراب جميل. يبقى كده أنا بعدت عن الإيه العلم البيان ماليش دعوة بيه، هتكلم على علم البديع. صح. يبقى هنقول كده السنة حلوة. ولذة خالصي. إيه اللي جه على بال الطارق؟ تقطيع. تقطيع جميل، موسيقى حلو. حلو، يبقى ده هنقول عليه حسن تقسيم. حلو. يبقى كده اسمح لي. اتفضل. هنعمل للطالب حاجة يقدر من خلالها. انت العدلة بتاعت جميلة. القلم على ايدك. هنقول كده علم البديع اللي هنقول ايه؟ المحسنات البديعية. جميل. هنقسمها لفظية ومعنوية. تمام. هناخد اللفظية هنقول بقى كده ايه؟ تصريع وحسن تقسيم. ايوه. وجناس وسجع وازدواج. ولازم التصريع وحسن التقسيم في الشعر. هنعمل برضو كده النثر مهم قوي. يبقى كده قلنا معنويه، هنبعدها بس شويه. ايوه. هناخد كده نقول التصريع وحسن التقسيم زي ما حضرتك قلت. الاثنين دول كده ايه؟ شعر فقط. شعر فقط. وهنقول الجناس شعر ونثر، يعني بيجي هنا وهنا. هنا وهنا. السجع والازدواج. لا لا، نثر فقط. نثر فقط. فقط. المعنوية. المعنوية عند الطباق، ما هو مقلوب في الشعر المعنويين. تمام. طباق. طباق ومقابلة. ومقابلة. وإيه؟ وعندنا كمان التورية. التورية. دي خدوها السنة اللي فاتت حضرتك كنت. أيوة. عايز تشاور لهم على الحتة. أيوة. دي. أيوه. مراعاة نظير. حلو. التفات لو عايزين التفات، تغيير الضمير من حاجة لحاجة. انا معاه بس فوقت ما بحبش اتطرق ليه. ما بحبش في المحسنات. تمام. برافو عليك يا استاذ. يبقى كده حلو. عايز اكتب بيت شعر للبارودي. للبارودي، وده كتطبيق على مدرسة الاحياء والبعث. ايه هو البارودي؟ بيقول ايه؟ فلا انا ان ادناني الوجد باسمه. ولا انا ان اقصاني العدم باسره. الله، عجبني قوي قوي حسن التقسيم. واحد. لا قوي. ثانية واحدة. لا عجبني قوي بصراحة. ثانية واحدة حسن التقسيم. يلا يا استاذ سيد، انت عندك عجبني ان الجناس الناقص. ايه الجمال ده؟ يعني الجناس. عارف اللي هو خطفني كده، البيت خطفني. الناقص، ما هو تفوق. يعني بين باسم وباسر. وباسم يعني مبتسم، وباسر يعني عابس. ايوه، باسر بالره. ايوه ايوه. انا عشان بقول لهم ايه لو هم سامعينها باسل. باسر. ثلاثة. عجب حضرتك المقابلة. ادناني اقصاني الوجد العدم. يبقى محسن معنوي. حلو كده. يبقى وطبعا المقابله لازم يبقى في طباق بين كلمتين. لو انا هطلع بين كلمتين هطلع طباق، لكن الجمله والجمله مقابله. عجبني بقى بيت. طب عايز اقوله لك. في بحبه قوي 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 في حسن التقسيم. حلو. لو هتكتبه فكثره الماء. الله. فكده كان
فقطرة الماء فكسرة الخبز بالإخلاص تشبعنا وقطرة الماء بالإيمان. أنا بحس إن البيت ده روعة. حسن التقسيم حلو قوي قوي. فاروق جويدة أو فاروق فرشة؟ فاروق جويدة. لا حلو قوي رائع. يبقى هنا عندي حسن تقسيم وجناس ناقص ومقابلة. طيب الثلاثة صح؟ صح. طب أنا عايز محسن معنوي. هنختار هنا بقى المقابلة. تمام كده. تمام. حلو. ما ينفعش اختار حسن التقسيم. لا 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 ناقص. خلاص. حلو. بس عشان الوقت بيدهمنا. هنخش بقى في لا لا هنقول حاجة. لا اتفضل. بسرعة ان التصريع اتفاق شطري البيت الاول عشان الطالب ما سمعش ايه حتى لو هو عارفه نعيده بسرعة. كان تشتكي وتقول هناك معجم. والارض ملكك والسماء والانجم. حسن التقسيم زي ما شافه. اهو ممكن طيب. يبقى في بيت كامل. ممكن يبقى بين كلمتين وكلمتين زي سنة نفس مرجع قلب شراع. تمام. الجناس بيبقى تام وناقص سلا وسلا اتفاق في عدد الحروف نوع الحروف ترتيب الحروف تشكيل الحروف. كل حاجة لو اختلف مختلف. لو اختلف في حاجة يبقى ايه؟ جناس غير يبقى تام ناقص. او ناقص. تمام. السجع وطبعا ده في النثر وهو اتفاق فواصل الجمل. اخى بين الناس سوى بين الاجناس. تمام. اتفاق فواصل الجمل وطبعا تمام. القرآن مليء بده. هيا قل هو تمام. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام. الازدواج بيبقى زي حسن التقسيم. ايوه مؤاخاه من تؤاخي مواصله من تواصل زي حسن التقسيم بس في الناس. يبقى كده بالنسبه للتعريفات عشان الامثله وايه والوقت والطباق والمقابله. كلمه عكسها المقابله جمله عكسها طبعا. التوريه كلمه لها معنيين. واحد الاثنين اصليين. ايوه واحد قريب واحد بعيد. اكل الخبز بالجبن. هو يقولون وقد شبوا الى الحرب غاره دعونا فانا ناكل العيش بالجبن. طبعا الجبن هنا المعنى اللي جه في دماغي الطعام لكن المعنى البعيد الخوف. يمر بيه كل وقت وكلما مره يحلو. كلما مره. تمام حلو. تمام. علم المعاني عشان الوقت سريعا يبقى خدنا الحصه كده ايه الاساليب الايجاز الاطناب. تمام تمام. اساليب الايجاز الاطناب. نبذه بقى عن الاساليب. يبقى عندي كده هنا الاساليب هيبقى بسرعه كده اساليب الانشائيه. تمام. والخبريه. حلو. ما يستحق الصدق والكذب فهو خبري. تمام. معايا انا بقول كده الاستاذ عمرو شرفنا النهارده. معايا خلاص ده مصدق مش مصدق هيشوفه كده خلاص يصدق اللي هو جه. تمام. لكن لو اقول لك اسمك ايه؟ هتقول لي صادق ولا كذاب؟ لا. يا مصر يا وطن يا قدس يا وطن نبيل الاولى مش مصدقني؟ لا طبعا. يبقى ما لا يستحق الصدق والكذب يبقى ده اسلوب انشائي. وهو ايوه الامر. ايوه امر. النهي. النهي. الاستفهام. تمام. النداء. التمني. الله ينور عليك. تمام. حلو قوي كده. والخبريه اللي ما ايه عكس دول. زي اختلاف النهار والليل ينسي. اسكرة للصبا. امر. يبقى اختلاف. يبقى الشطر الاول خبري. خبري. والشطر الثاني انشائي. طبعا كده قلنا كده سريعا لو جت طبعا ان شاء الله فرص تجمعنا سويا باذن الله. هيبقى طبعا عندنا الايجاز والاطناب. مستر سيد حابب اقول لك قبل ما الحلقه ما تخلص جزاك الله خيرا. اعزك الله. جزاك الله خيرا. يا ترى ده انشائي ولا خبري؟ الخبر لفظا انشائي معنى غرضه ده جديد. ده حاجه ثالثه يعني بقى. باذن الله باذن الله يكون في فرص اللي احنا نوضح ده مش بعجاله كده عشان الطالب يستفيد وعشان هيلاقي الاسئله دي اسئله امتحانات ثانويه عامه. امتحانات هو والله. وقت دايما الحلقه بيبقى حاكمنا لكن احنا عندنا الكثير من المعلومات اللي احنا ممكن نضيفها للطالب. جزاك الله خيرا وكان الجمله اجزي خير يا رب. تمام. زي ما كده ماما تدعي لي وانا ماشي تقول لي روح يا ابني ربنا يفتح في وشك الابواب المغلقه. اللهم امين. افتح في وشه الابواب المغلقه. هذه الجمل الدعائيه الجميله هي خبري لفظا لكن المعنى انشائي. وحتى حضرتك قلت جميل كلمه جميله جدا بيبقى دايما في الجمل الدعائيه عشان كده غرضها الدعاء. ما احسنتم احسنتم احسنتما. تفضلوا احسنتما. تفضلوا. تفضل يا استاذ. حلقه من الحلقات الممتعه بصراحه. انا استمتعت بها جدا معاكم ما شاء الله عليكم علم غزير. الحمد لله. في نص دقيقه مستر سيد لو عندك اي حاجه سريعه في نص دقيقه. نتمنى من الله عز وجل ربنا ينفع الطلاب باللي احنا بنقدمه وان نستزيد يستزيدوا من ده. يعني برضو بوجه شكر للاستاذ عمرو بتشريفه معايا النهارده. شرف ليا بامانه بامانه. سعدت جدا 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 بالحلقه. للمره الثانيه بلفت نظر الطلاب لقيمه الكتاب. بلفت نظر الطلاب ليا هيبقى فايده كبيره جدا جدا لهم
لو كل طالب اقتنى الكتاب ده، ولازم أن يكون في سبل ميسره لحصول الطالب على الكتاب، لان في كثير بيتصلوا احسنت يا استاذ سيد. مستر عمر تحب تقول ايه في نص دقيقه؟ بقول لهم يعني هاخد من اخر استاذ سيد، الكتاب فعلا جميل، الكتاب فيه جهد مبذول. انا بقى حابب اقول للطلبه اني بجد الحلقه اللي اتعملت دي انا سعيد بها جدا، لاني كنت بتعلم من استاذ سيد. انا ارجو كمان ان الطلبه ما يفرطوش في الحلقه دي بامانه، هي ان شاء الله الحمد لله بتنزل ولازم يتابعوها، كلام جميل وكلام حلو وفكره النقاش ممتع بالنسبه للطالب، يا رب يكون فعلا في ميزان حسناتنا. لا صدقني انا يعني هي دي اللي فعلا، حتى انا وانا استاذ سيد بنتكلم امبارح وبنعدي الحلقه من 3 4 ايام على فكره مجهزين لها، فبنقول لهم يعني اللي كنا دايما بنقول ان ربنا قصدنا، احنا عايزين نعمل علم ينتفع بيه. احسنت يا استاذ عمرو، فعلا حلقه من الحلقات الممتعه، ونتمنى ان الطلبه بتاعتنا كلهم يشوفوها مره واثنين وثلاثه، وان شاء الله شرفتونا، ونتمنى نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله، وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.